هذه ليست مجسما بلاستيكيا لطائرة حربية، بل هي طائرة حربية حقيقية من طراز ميج روسية الصنع، نصبت في وسط مدينة هرجيسة عاصمة البلاد التي سنحكي عنها الآن. أهلا بكم في صوماليلاند، الجمهورية التي لن تجدونها على خريطة العالم. كان البدء مع دخول قوافل الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر لمنطقة القرن الإفريقي التي فرضت سيطرتها على أرض الصومال حتى 26 من يونيو عام 1960، حيث حصلت صوماليلاند على استقلالها من بريطانيا العظمى. وبعد 4 أيام فقط على هذا الحدث، وفي عز نشوة الاستقلال وتنامي شعور الإفريقي الوحدوي الذي كان طاغي وقتها في أغلب المناطق الإفريقية الحديثة العهد بالاستقلال، قرر الصوماليلانديون إقامة اتحاد مع الجارة الجنوبية والانصهار ضمن جمهورية الصومال العظمى. ولكن سرعان ما تبخرت آمال الوحدة عقب وقوع انقلاب عسكري عام 1969، أتى بالجنرال محمد زياد بري إلى سدة الحكم الذي اتسم عهده بالصرامة وسلطة الرجل الواحد. كان نظام الرئيس محمد زياد بري يحكم الصومال عن طريق حزب أسسه بنفسه وسماه الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي، الذي تبنى النظام الماركسي وأصدر قرارات بحل الأحزاب السياسية المعارضة. وكان الرئيس محمد زياد بري يتسلم أكثر من منصب في الصومال، حيث كان رئيسا للدولة وقائدا للجيش وزعيما للحزب الحاكم ورئيسا للمحكمة العليا ورئيسا للجنة الأمن والدفاع في الحزب الحاكم، كما كان له حق وقف أي قرار يصدر من مجالس الدولة المختلفة. وطوال 18 سنة التي حكم بها زياد بري البلاد بالحديد والنار، كان حلم استعادة استقلال أرض الصومال يراود أبناءها الذين انبروا إلى تشكيل الحركة الوطنية الصومالية SNM عام 1981، وقرروا حمل السلاح في وجه نظام زياد بري الذي قابل تمردهم بالقمع الشديد وشن حرب إبادة عام 1988 خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وهجر نحو 500,000 شخص من الشمال، وارتكبت العديد من جرائم الحرب والإبادة التي ما زالت دلائلها قائمة إلى يومنا هذا باكتشاف العديد من المقابر الجماعية في جميع مناطق صوماليلاند. وفي عام 1991 سقط نظام محمد زياد بري، وقرر شعب صوماليلاند في اجتماع عشائري للمصالحة وتقرير المصير عقد في 18 مايو عام 1991 الانفصال من الجنوب واستعادة صوماليلاند المحمية البريطانية السابقة مستقلة بعد فشل محاولة البحث عن الصومال الكبير. وفي عام 1993 في مؤتمر بورما عين محمد إبراهيم عقال الذي قاد وفد الانضمام للجنوب عام 1960 رئيسا لصوماليلاند، فكانت هذه نقلة نوعية لبناء دولة حقيقية. وقد تعهد شيوخ القبائل بنزع سلاح الميليشيات التابعة لهم ودمج أفرادها في الجيش والشرطة الوطنية، وبدأ الرئيس الجديد بعدها ببناء حكومة وزعت حقائبها على أساس القبائل.
وتم تأليف أول دستور للبلاد وعرضه على الشعب في استفتاء عام تم فيه إقرار الدستور بنسبة 97% من المقترعين، وتم تأليف العديد من الأحزاب، فاز منها 3 أحزاب سياسية. وبعد وفاة عقال في 3 مايو عام 2002 أصبح طاهر ريال كاهن رئيسا مؤقتا للجمهورية حسب الدستور حتى عام 2004، حيث أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها طاهر ريال بغالبية الأصوات. وفي 26 يونيو لعام 2010 تولى محمد محمود سيلانيو زعيم حزب كلمية المعارض الرئاسة بعد فوزه 49% من أصوات الناخبين في انتخابات وصفها المراقبون الدوليون الذين شاركوا في الإشراف عليها بأنها كانت حرة ونزيهة. محمد محمود سيلانيو يا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل الشريف السيدي الكوكي سلام عليكم. وسلم طاهر ريال كاهن الرئيس السابق السلطة لسيلانيو بشكل سلمي، وحضر مراسم تنصيب الرئيس والقسم في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، تأكيدا على ديمقراطية الدولة وروح السلام والتآلف المتأصلة في أبنائها. وبعد 3 تجارب انتخابية ديمقراطية تنتقل صوماليلاند اليوم إلى التفكير بالتنمية الاقتصادية، وذلك عبر طرح صورة مغايرة لنمطية القوالب الجامدة المتعلقة بالأزمة الصومالية، فقد استطاعت من خلال تجربتها في المصالحة الوطنية أن تعتمد على مواردها الذاتية ودون تدخل عنصر خارجي، فتحملت عبء إعادة البناء والإعمار وذلك بشق الطرق وفتح المدارس والجامعات وإعادة عجلة العمل إلى موانئ الملاحة البحرية والجوية لإيجاد فرص عمل مناسبة تحفظ بها كرامة مواطنيها. ويشير كثير من الكتاب والمراقبين إلى تجربة أرض الصومال وما حققته من سلام واستقرار باعتبارها نموذجا محتذى وقصة نجاح حقيقية في تبني حلول ذاتية للمشكلات الوطنية دون التدخل الخارجي، فصوماليلاند اليوم تتمتع بمناخ ديمقراطي قل نظيره لدى شقيقاتها من الدول العربية والإفريقية، حيث التداول السلمي بالسلطة وحرية تشكيل الأحزاب المعارضة وحرية الصحافة والتعبير والانفتاح الاقتصادي، مما يطرح سؤالا ملحا لدى الجميع: ماذا يجب أن يفعل شعب صوماليلاند أكثر من هذا حتى يحصلوا على اعتراف دولي يخول لهم التواجد بين دول العالم كدولة مستقلة ذات سيادة؟ سنحيا كراما بأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورة.